للمزيد حول تصاعد التحذيرات بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا المتخصص في الشؤون الأوروبية حسام شاكر. أهلا بك سيد حسام. يعني من جديد الأزمة الأوكرانية تفجر الصراع في أوروبا، لماذا فتح الملف من جديد في هذا التوقيت رغم التوتر الكامن خلال 8 سنوات؟ تفضل. في الواقع من يضبط الإيقاع الآن في هذا التصعيد الجديد هو بوتين شخصيا. بوتين عمليا يتصرف كناظم للإيقاع في الأزمات، وهو الذي يقيم عمليا الدنيا ولا يقعدها بالنسبة لحسابات الاستراتيجية في أوروبا وعند الأمريكيين أيضا. بوتين عمليا يصعد بقوة، ويبدو أنه التقط إشارات مهمة عن أن أمريكا في حالة ضعف، وأن اللحظة السياسية مواتية لشيء من اللعب في السياسة لأهداف ما زالت غامضة. هل الترتيب فعلا ماضي إلى اجتياح ميداني معين للقوات الروسية، أم أن الأمر عبارة عن مناورة سياسية لأهداف تفاوضية، أخذ بعين الاعتبار المفاوضات الثنائية بين بايدن وبوتين، وخاصة أنه مع نهاية هذا الشهر يوجد لقاء ثان مرتقب بين بوتين وبايدن، وبالتالي الأمر أيضا يخضع لقراءات متعددة. لكن الواضح أن التحدي الآن الذي يجري من جانب روسيا للأطراف الغربية يجري على أكثر من جبهة في لعب بأوراق متعددة، وهذا يمثل إرباكا كبيرا جدا لحسابات الأوروبيين وبالأخص لحسابات الأمريكيين بطبيعة الحال، خاصة وأن أمريكا منصرفة أيضا لإدارة التوازنات الجديدة مع الصين، ولا وقت لديها لمناوشات في أوروبا الشرقية. سيد حسام، نحن إذا تصعيد واضح في هذا الاتجاه. لكن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يعني أكد أن بلاده تدعم الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية. كيف تقرأ هذا التصريح في ظل تحركات تأذن باحتمالية دق طبول الحرب؟ التصريحات من الأطراف جميعا، سواء الأطراف الروسية أم الأمريكية وربما الأوروبية أيضا، تأخذ أكثر من اتجاه. توجد حمى تصريحات، بعض يتحدث عن حلول دبلوماسية، عن توافق، وبعضها يصعد إلى أقصى مدى، إلى الحد الحديث عن نشر قدرات نووية في الجبهتين. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن موقف تستخدم فيه السياسة بكلماتها ومفاداتها، وأيضا تستخدم فيه التحذيرات القوية. وأتصور أن ما يقوله وزير الخارجية الأمريكي عمليا يأتي في واد، لكن أيضا ما يتحدث به الحلف الأطلسي هو في واد آخر، الحديث عن استعداد لثمن كبير وعال لمواجهة روسيا. نعم. وطموحاتها في المنطقة. في أذار 2014 سيد حسام، كان هناك لقاء مشابه بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي لافروف، وتبادلا العبارات الدبلوماسية التي انتهت بضم روسيا للقرم. هل يحقق بلينكين باعتقادك ما لم يستطع تحقيقه سلفه ويجنب المنطقة حربا محتملة؟ الإشكال بالنسبة للأمريكيين والأوروبيين أنهم أنفسهم لا يعلمون إلى أي مدى يمكن أن تذهب الأمور، بمعنى من الذي يستطيع أن يدخل إلى عقل بوتين ومن معه في إدارة هذا الموقف؟ هل توجد نوايا لاجتياح فعلا لشرق أوكرانيا مثلا أو في مناطق معينة في أوكرانيا؟ يكفي مثلا أن يقال بأن القوات الروسية وجهت باعتداء معين من الجانب الأوكراني حتى يتم الاجتياح بين عشية وضحاها، وتهضم مناطق من أوكرانيا بهذا الشكل، كما حدث ربما أو بسيناريو آخر منذ عام 2014 في حالة القرم. في تقدير الموقف فيه قدر عالي من الخطوة، من المجازفة، من اللعب على الأعصاب أيضا وشد الحبال إلى أقصى مدى، ولكن مع خيارات تفاوضية مفتوحة. وهنا نشير بوضوح إلى الإزاحة المحتملة لقدرات نووية أمريكية من ألمانيا إلى بولندا إلى شرق أوروبا، وهذا يمثل أيضا تهديدا لروسيا. في المقابل إشارة واضحة من بيلاروسيا بأنها عمليا يعني تستضيف أو تستدعي قدرات نووية روسية. وبالتالي نحن إذا معادلة معقدة جدا
وفيها أبعاد شديدة الخطورة. إلى سؤال جديد سيد حسام، يعني تركيا باعت مسيرات متطورة إلى أوكرانيا تعاقدت عليها أثناء زيارة الرئيس الأوكراني لأنقرة، هل تخسر تركيا مثلا صديقها الروسي من أجل علاقات أكثر دفئا مع أمريكا برأيك وتكون أوكرانيا هي العربون؟ هل هذا وارد؟ تركيا تديع علاقات متعددة المستويات والاتجاهات، العلاقات الروسية التركية أو عفوا العلاقات التركية مع أوكرانيا لم تكن على ما يبدو في مواجهة روسيا بشكل أو بآخر، وأيضا علاقات روسيا مع بيلاروسيا وروسيا البيضاء أيضا علاقات جيدة، ومع روسيا توجد مسارات فيها شد وتجاذب وأيضا نوع من الاصطفاف في بعض الملفات مع أنقرة، وبالتالي طبيعة علاقات أنقرة وتنويع علاقات الاستراتيجية الخارجية يفتح يعطيها مرونة كبيرة، لكن يحرج أيضا بكل تأكيد روسيا في إدارة هذا الموقف، وربما تركيا في إدارة هذا الموقف، وما يشغل ربما أنقرة في هذا الظرف إمكانية أن تتوتر المواقف في البحر الأسود بشكل خطير، وطبعا هذا يمثل إشكالية أمنية بالنسبة لتركيا بشكل خاص. طبعا توجد أبعاد أخرى للأزمة الراهنة، يمكن أن تضرب في البلقان في بعض الجبهات، توتر الموقف على مستوى جبهات بلقانية كانت هادئة، ملف اللاجئين يستخدم في هذه الأزمة بقوة كما شاهدنا في حدود بيلاروسيا مع بولندا مع الاتحاد الأوروبي. الأزمة مفتوحة على تشعبات عدة إذا تدهور الموقف، وتصور أن الأوروبيين ليس لديهم الحرص على نشوب هذه الأزمة. إلى السؤال الأخير الآن سيد حسام، يعني على الرغم من أن أوكرانيا ليست عضوا في حلف ناتو إلا أن الحلف يصعد باتجاه روسيا، السؤال هنا إلى أي مدى يمكن أن تحدث مواجهة ما بين حلف الناتو وروسيا؟ في الواقع المواجهة مستبعدة، حلف الأطلسي لن يدخل على الأرجح مغامرة في مواجهة روسيا، لكنه سيحرص على إيجاد نوع من الرسائل الرادعة ربما لأوكرانيا، أعطى انطباع بأنها ليست واحدة، لكن أوكرانيا التي أرسلت رسائل نجدة باتجاه الأطلسي تجد نفسها في مأزق كبير جدا. أوروبا بحيالها مثلا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية راقبة عملية قضم القرم ولم يحرك ساكنا، وأتصور أن الأمر لن يكون أفضل حالا كثيرا في حال وجود اجتياح روسي، لكن كلمة السر في الموقف الغربي من التطورات هي رفع كلفة أي خطوة روسية إلى أقصى مدى، لكن كلفة هنا في المستوى الاقتصادي بشكل خاص، وإنهاك روسيا اقتصاديا كرادع معين. هل يفلح هذا مع الروس؟ هل يقطع يردع الروس عمليا؟ هذا سؤال مفتوح، ولكن كما قيل الأزمة مرشحة على احتمالات عدة. من فيينا كنت معنا عبر سكايب المتخصص في الشؤون الأوروبية حسام شاكر، شكرا جزيلا لك.